الحين انت من الصومال. نعم. زين، نحن سمعنا عنك انك سويت 3 أو 4 مشاريع يغير كلهم باء بالفشل. نعم. اول مشروع، اول مشروع الله يسلمك يوني جماعه قالوا لي انت فنان صوتك جميل. زين، وقصوا علي بيني انك صوتي مبلين هنا. واللي صار الله يسلمك سوينا كليبات، وسوينا الكليب الاول كانت قصه السمسوم، اغنيه اسمها من قصة السمسوم حظي شباله ما يقوم، مدري شباله ما يقوم، والعيشه العوقه والعيشه العوقه والعيشه العوقه من قصة السمسوم دغ دغ وي 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 دغ دغ. طبعا حطيت كلمات منه ومنه. قول المشروع اغاني، سويت 4 كلمات كلهم فشلنا بالرغم ان الكلمات جميله. اي والله سمسوم ومجميل. كيف المفروض ان الاغنيه هاي ما تفشل؟ ما هذا المفروض ما تفشل. هي والله بس اللي الكلمات الجميله تفشل. اي نعم، وهذه قصه عجيبه اشتوقا، يلا اصبروا يا اخواني، حال عيونه زرقاء، حال عيونه زرقاء، كنت احسبه لبناني. أيوة. كنت احسبه لبناني. بعد هذه راحت فشلت. الله يسلمك. بعد فشلت هذه؟ هذا المشروع فشل، سوينا 4 كلمات كلهم فشلوا. كم خسرت وايد عليهم؟ اي نعم، خسرت 400,000 تقريبا. ما الله يخالف عليك. انزين، والخيام؟ اللي عقبه طال عمرك يعني واحد قال لي شو رايك تسوي خيم مال عزا؟ انزين. فالحمد لله سوينا خيم عود اشتريناها ب 60,000 وحطيناها، تصدق انه في راس خيمه سنتين ما حطها يموت؟ لا اله الا الله. اسير مستشفيات، اسير راجع، اذا حد من ربعي اتصل بي قال لي ابوي مريض ولا شيء اقول له ها مريض؟ زين اتريا متى؟ يقول لي الوالد توفى. ما حمات. راحت المشروع انضرب اقول لك. لا اله الا الله. راحت هذيك الخيمه وبعناها بخصائر. المشروع الثالث؟ المشروع الثالث صرنا جبنا هوش، يعني واحد صومالي قال لي بجيب هوش. زين. زين جبناه طال عمرك من وصلنا دبي. يا ابني 4,000 راس وصلنا دبي قالوا لا مريض. لا اله الا الله. تكلفة النقل للصومال عليكم. لا اله الا الله. راحت الفلوس هذه. فاكثر واحد مشهور بين الشباب ادخل بمشاريع كلها تفشل وتريح حظي يعني. خلاص ابوي لين الحين ما ياكل حب. ما يعني. هذا ابوي ما فيك فايده خلاص. الله لا ينفع فيك لا تكشيح ولا ينفع فيك توسيم. ما فيك فايده ابوي. ما فيك فايده. انا يا ابوك من شفتك ما شفت ما عينت خير. اول مره بحياتي اجلس على مأدبه ولا اكل شيء هالقدر. بس الا من طالعتك تاثيرك سلبي. هي والله. مع اني متفائل. لا والله شكلك شرير. عينك عين شرير. والله هي والله. عينك هاي اليسرى ولا اليمنى؟ عين راح حد مسالم. شو اسوي؟ ما يبقى قرايب، بنطالع لك صرفه. ها؟ بنطالع لك صرفه. لا 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 لا، شيء عين في الحسا يسمونها عين نجم. زين. لازم تصير تتودم فيها 3 أيام. الله اكبر. هذا دواك وعلى الله شفاك. بس تم. اي نعم. يمكن يضرب معي الحاضر عقب. هي يمكن. اي نعم ان شاء الله. ملايين؟ شو تباه الملايين؟ الحين كم عمرك؟ انا عمري 45. تمزح. اي والله. بس يبالك 300,000 حلوين. 300,000 متينك يوم بتوصل 75 ما بالحين. ما بالحين. ابغى هذا الشباب بالجواز. ها؟ بالجواز. الله يسلمك. جيت عندي ربعي قالوا بنصير بانكوك. انزين. وهالايام جوازي كنت مديون علي في محكمه راس خيمه. انزين. وسرت وياه قلت لهم انزين يا جماعه شقاوجي، سرت المهم راحت المطعم الصومالي، زقلت واحد صومالي قلت ابوي تعال عطني جوازك. بسافر يا ربعي مسافرين. زين. اخذ جواز الرجال وصرنا سوينا فيزا مال بانكوك. زين. واسير مطار دبي الله يسلمك. دشيت مطار دبي وهذا ويزخوني هناك عند المطار، قالوا بي هذا كلنا شو؟ خوال. يعني كلنا خوال. خوال يعني صنبو. ايوه سنقيس. سنقيس. شو هالشيء الفرق بيني وبين ربيعي يعني؟ قالوا ها ها ماشي، حولوني جوازات، عقب قالوا لي ها شو جواز منو هذا؟ قلت فلان بفلان. قالوا ليش ما تكلمت في الليل يوم هذا المطار؟ قلت لا كان عندي امل اروح بانكوك يا ربي. الحين فقدت الامل. هذه كلها عشان تروح بانكوك. نعم هاي من المقالب الحلوه. الحمد لله. لكن انت من استويت يعني 45 مو بوايد. اي والله عيب بالرغم من شكلي والله ما يبين تو حريت انا 57 شيء من هالقبيل. لا الحمد لله الحمد لله. يلا شعلي. الله يا خالدي يا الخضر وين بلقاك الليلة، الله يا خالدي يا الخضر وين بلقاك الليلة، أنا ما باك ترحمني وتنسى وعد الليلة، أنا ما باك تلقاني وتنسى وعدي الليلة. عاشت خالدي. ولا يا مسك يا عنبر.
الله ها عيوني دوم سهرانة سهرانة أنا ما باك يا إماراتي يا حبك يا مرادي يا إماراتي عيديك الممنون عادي عاشي من طوارج وسالج الاتحادي عاش أبو سلطان قايد الاتحادي والشيوخ اللي عليهم الاعتمادي يدي واحدة من عقب سبعة أيادي هلا هلا بعد اسمي حس عليه حسي لعلع حسي يهر حب ساحر لا يمرض ولا يكح لا إله إلا ما شاء الله عليه على الله يحفظه كم بصور كم بصور شو بقول لكم المكان اللي أنا فيه والله لول هو هواي دعيت أبوي هل متابعين كلهم في هالمكان الفنان المميز اللي غير نمونة مكان فنان شوفوا قعدتم ها كلها إلا ما شاء الله تبارك الرحمن هو اللي معدل الدنيا هاي كلها في هالمكان اللي تشوفونه كله وغادي مرتع للساير والياي متنزه ومتنفس للعالم كلها الساير والياي هي ينبسط في حب الله كم لهم اللجر يعني الله يحفظه أبو راشد مسوي هالمكان الفنان المميز اللي الناس كلها تعنيلة من شرق ومن غرب مسوي الكواسر هناك ومعدلين السيف ومعدلين المكان مسوين المياه والممشى من تحت من غير مساوين الأرض مساوين مسابح ومضاحة كل شيء كلها أبوي تحت إشراف أبو راشد هالرجال راعي هالبيت والله سبحانه وتعالى طار حل البركة في حلاله وماله وبيته وعياله والله يزيده إن شاء الله من زوايد الخير ويحافظه ويكرمه ويسعده ويخليه مكان فنان في قمة الروعة فوق نكود برس جاينا قبل 32-35 سنة كان وما زال من أجمل البيوت في شنتية رأس الخيمة السالفة اللي ما كملت السالفة ما كملت اشتري الشقة هنا في رأس الخيمة أبراج رأس الخيمة زين 250,000 زين ويوم طلع كل شيء الأسعار طلعت وصلت 700,000 زين يد عند يوسف حرام عليك أنا أقول له ببيع قال لي اصبر بتوصل مليون صدقه صبرت شوية دق السوق 2008 لا إله سويت تليفون عقاري قلنا لهم بيتاخذون قالوا لا أبوي قلت لهم ب 600 قالوا لا 400 لا 300 لا 200 ما طاعوا لا إله نعم والله يا خالي في قرات تنبوه لا 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 طبيعي الله يخليك شو مالك 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 حذير ودفان موت ماشي والله سوي صورة جماعية كلنا نحن مرة نشاهد البحر يلا وراشد عاد ترخص صار يرقد شكرا الله يا جماعة مشكورين وما قصرتوا كل زين وكل فنان وعلى الله يبارك فيكم يطلع فيكم البركة نورت المكان الله الجو اليوم سلم على ابو راشد وعلى ام راشد وعلى كل من يعز عليكم الله يحفظ كانت استضافة مميزة يا ريت تعيدها يا ابو محمد ما عنكم انا انتم دم غرفتك موجودة لا خليك موجود اكيد مكانك موجود انا جاي المكان ها قبل ما تطيحون انتم عشان تبغى صدق الله يسلمك يطول في عمرك سلم مشكورين على حسن الاستضافة وحسن الاستقبال وهالمايوب الفنان كل شيء زين الله يطول بعمرك ويحافظ ويخليه ان شاء الله ولا يخليكم منه مشكورين قناتي مشكورين امين حفظ يلا مع